كل واحد منا معرض بأي لحظة إنه يصير معه أي مرض يمكن. كانسر صار يمكن أهين من غيره بهالأيام. بس يلي صار معي هو إنه بسنة 2014 فجأة حسيت بإكتئاب. ما هملته ولا تكي، رحت عند الحكيم كمان كان كتير واعي وكتر خير الله. رجعت رحت لعنده ودغري فتنا على الأوبيتال وعملنا كولونوسكوبي وطلع معي 7 سنتيمتر كانسر متقدم ثالث ستيج. الرحلة ما كانت أبدا 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 هينة، خصوص الكيمو كان كتير كتير صعب. ولا مرة فقدت الأمل ولا مرة استسلمت، كنت دايما أعمل الرياضة يلي بتناسبني، كنت دايما إلهي حالي بيلي لازم إلهي حالي فيه. كل الجلسات كانوا صعبين، كتير عالم بيسألوني هار شعرك هار نص شعري. تعبت بس ما استسلمت ولا تكفي. يلي بده بحب العيد الحياة ويلي دايما بحط هدف، وأنا رح جرب، أنا لحارب. أكيد العمر بإيد الله وما حدا بيعيش تكة أكتر من ما مكتب له، بس أتليست بنجرب، منجرب كرمالنا، منجرب كرمال كل اللي بيحبونا، منجرب كرمال نكون حد اللي بيحبونا. ما لح أزهق لسبب كتير صغير، هو إنه إذا حدا واحد منكم اليوم تأثر وراح عمل فحص الفت، أو كان عم عنده حدا بالعائلة وهو عم بيحارب هيدا المرض، بحب انه يكون عنده أمل صغير من وراي انه في أمل، في أمل يشفى، في أمل يرجع الحياة ويحقق. أنا بيناتكم الحمد لله كتر خير الله، دايما بقول ويت عليه، ويت على المرض وبعدني عايشة وبعدني بيناتكم. ميرسي كتير، ميرسي كتير لأنكم عم بتشاركوا، ميرسي كتير لأنكم عم بتساعدوا هالجمعية يلي واقفة قدام كتير عالم، ونحن بحاجة دايما نكون هيدا. ثانك يو كتير.